معنا مباشرة عبر تطبيق زوم نائب رئيس تيار المستقبل دكتور مصطفى علوش. صباح الخير دكتور. صباح النور لك وللمشاهدين. من الحديث اليوم في الأنباء الإلكترونية يبدو أن هناك عودة قريبة للرئيس الحريري إلى لبنان. بالطبع يعني كلنا نحن بتيار المستقبل عندنا تمنيات وأمال بالعودة القريبة، لكن خليني أكد أنه العودة القريبة هي قد تكون شهر، قد تكون أسبوع أو ربما أكثر. أنا قناعتي أنه القرار النهائي لن يتخذ قبل دعوة الهيئات الناخبة وتوقيع رئيس الجمهورية عليها بالنسبة لقضية الانتخابات. نعم. وكيفية المشاركة وحجمها والأسماء والتحالفات، كل هالأمور هيدي تنتظر هيدا الوضع. طبعا هناك اتصالات عم تصير وراء الكواليس لكن بدون قرارات حاسمة بهاللحظة. نعم، بالشق الأول من حديثك وكأنه منكن عندكم ساعة أنه في انتخابات رح تصير. لا، إذا بتطلعي بالشكل موضوعي يعني كمراقبين ومش كتيار، التيار عم يشتغل على أساس الانتخابات حاصلة بوقتها بأي يعني وبالشروط وبالظروف وبالقانون ذاته. نعم. التحضير اللوجستي، التحضير المكنة الانتخابية قائم وتقريبا جاهز بشكل شبه كامل. لكن بالنسبة للتوقعات المنطقية، نعم، يبدو أنه عدة أمور قد تحول دون حصول الانتخابات على الرغم من كل التطمينات والضغوطات من المجتمع الدولي، ومن ضمن مثلا الطعون على الأقل، خليني أقول على المستوى القانوني الدستوري. نعم. في عندنا الطعون القائمة إلى أين ستفضي بأي طريقة، الخلاف على مسألة وقت الانتخابات بالضبط وأيضا مشاركة المغتربين. نعم. إلى أين ستفضي كل هالأمور هيدي على الأقل من ناحية الدستورية اللوجستية، ولكن أيضا الوضع الأمني، الوضع المادي المالي، كل هالأمور هيدي بتعطي الانطباع أنه على الأرجح الانتخابات غير حاصلة. نعم، بالنسبة للوضع الأمني من يومين سمعنا أنه هناك نصيحة من أكثر من دولة للرئيس الحريري إلى عدم العودة لأنه مستهدف، إلى أي درجة هذا الأمر صحيح؟ طبعا الاستهداف الأمني هو قائم كل الوقت، وعمليا أنا بشكل شخصي ما عندي معطى دقيق من الرئيس الحريري بهالخصوص، وبظن لو كان في هالشيء رح يبقى بينه وبين يعني الجهات اللي أبلغته بالأمر. نعم. لكن ما بظن أنه هذا هو السبب الأهم لعدم عودة الرئيس الحريري حتى الآن إلى لبنان. بظن أنه الأسباب هي مثل ما قلت وضوح الرؤية ولو بعض الشيء على المستوى السياسي وعلى مستوى إجراء الانتخابات. نعم، بحديث النائب الحجيري وكأنه الرئيس الحريري ينتظر دعوة بالواقع، يعني هو مش رح ينطر النائب وليد جملاط الحليف، خصوصا أنه بعد الإعلان لوليد بيك أنه الحليف سيكون الحلف مع القوات والمستقبل، مش رح ينطره ليدعيه أنه يرجع إذا يرجع أو لا، أو بالفعل هناك يعني توجه بهذا الإطار. طبعا الأستاذ بكر عم يقول هالشيء، هذا نوع من في شوية مبالغة بالتأكيد. نعم. ما يعني بالنهاية سعد الحرير لا ينتظر أن يدعوها أحد وقت اللي بده يكون في خيارات سياسية، ولكن ما في شك أنه هناك رغبة عامة عند أفراد تيار المستقبل وعند سياسيين، جزء منها منطقي وجزء منها له علاقة بالإمكانية وضع رؤية سياسية مشتركة، هي أن التحالفات التقليدية اللي أسست ل 14 أذار نعم بوقت اللوات أنها ترجع تنبنى طبعا بأطر جديدة بإزالة الشوائب وبمصارحة واضحة شو كانت أسباب الخلافات القائمة. هذا بغض النظر إذا أجريت الانتخابات ولا لا، وبصراحة هذا الطريق الوحيد لحتى نقدر نعمل توازن بالبلد يؤدي إلى تخفيف من الفوضى القائمة على المستوى القرار السياسي، وبالتالي الهيمنة اللي قائمة من حزب الله بالذات على القرار السياسي. تعتقدوا بعد كل هالوقت، بعد الضعف الذي مني به تيار المستقبل تحديدا وخصوصا في الانتخابات الأخيرة، قادرين تعملوا شيء؟ أول شيء نحن حزب سياسي عنده طلعات ونزلات،
واللي بأكده هو أنه الطريقة الوحيدة لإعادة الأحياء الخيارات السياسية المستقبل هي بتوضيح خياراته، بطرحها قدام الناس. علينا ان يعني نبرز الخيار السياسي الاقتصادي وتجديده، وبالتالي كمان علينا ان نقي صفوفنا من الشوائب اللي اعترت على مدى السنوات الماضيه، ومن ضمنها تهم وامور متعدده اخرى، ومن بعدها مصارحه الناس بكل وضوح عن أسباب اللي حصل وعن كيفية علاجه، ومن بعدها على المواطن هو أنه يختار. قد نخسر قد نربح، ولكن بالنهاية هيدي طبيعة الأحزاب في كل العالم. نعم، هناك توجه إلى يعني غربلة أشخاص ربما غير التحالفات. بالتأكيد الأمور عديدة متعددة الأشكال. أول شيء هناك حاجة لغربلة الرؤية، يعني طريقة التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية بحاجة إلى إعادة تقييم، إلى إعادة تصغير، وأيضا التوضيح للناس كلها سوا وللمواطنين عن أسبابها وكيفية معالجتها. الشيء الثاني هو بالتأكيد الشخصيات اللي يعني اللي كانت موجودة، جزء منا أساء للمسار، جزء منا أخطأ. مثل مين دكتور؟ مثل أنا مين؟ يعني بصراحة أنا ماني مضطر أني أذكر ولا اسم بهالموضوع هذا، ولكن بالتأكيد نحن منا حزب منزه. نعم. ولا حزب عقائدي، نحن تيار في تنوع، وهذا التنوع قد يكون يجنح بعض الأحيان إلى الأخطاء الكبرى وحتى إلى الفساد ببعض الأطراف، وأيضا هناك ناس أنقياء وعقائديين بالنسبة للخيار السياسي ويرفضوا أنه يتلوثوا. نعم. فأيضا هون بحاجة للغربلة. نرجع للشيء الثالث اللي هو من بعد كيفية إعادة تصغير علاقات متوازنة وجدية، ولكن بالوقت ذاته تسند إلى خيارات مبدئية مع القوى السياسية الأخرى. نعم دكتور، هل صحيح أن هناك توجه إلى إعادة فتح تيار تلفزيون المستقبل وجريدة المستقبل في خلال الانتخابات؟ طبعا مش خلال الانتخابات، الكلام عن إعادة يعني تفعيل التلفزيون المستقبل هي خيار دائم ومستمر ودون عقبات معروفة شو هي، اللي هي أولا حقوق الناس اللي كانت موجودة بالقطاع الإعلام بتيار المستقبل، كان بالجريدة وكان بالتلفزيون. نعم. وهيدا أولوية قصوى عن سعد الحريري، وأنا بعرف أنه من مستعد يروح إلى أي تفعيل من دون ما يكون تأمنت هذه الحقوق. نعم. الشيء الثاني هو مرتبط أيضا بالتشغيل، بنعرف انه هيك مؤسسات عادة صعب كثير كثير انها تقدر تكفي حالها بحالها، بحاجة الى رصد اموال كافية لها. نعم. بالنسبة للجريدة انا يعني بعتقد بالوقت اللي كثير من الجرايد الورقية عم تنكفئ بالنسبة للاصدارات وعم تروح على الاصدارات الالكترونية، فانا بظن انه رح نستمر. نحن عندنا موقع المستقبل. نعم. مستقبل ويب. نعم. مستقبل ويب، فبيستمر وبيتفعل وبيتوسع وربما يضم من جديد الصحفيين اللي كانوا موجودين بالجريدة بهالفترة. نعم أخيرا دكتور، لابد من السؤال، تحالفاتكم غير أنه النائب وليد جملاط، النائب السابق وليد جملاط تحدث عن تحالف مع المستقبل ومع القوات اللبنانية، إلى أي درجة معقول تروحوا صوب الطرف الآخر في بعض المناطق؟ كان حزب الله، حضرتك اليوم نفيت كليا التعاون مع حزب الله أو تيار الوطني الحر، ولكن كلنا بنعرف العلاقة مع حركة أمل بالنسبة لتيار المستقبل والتداخل بين يعني 8 أدار وتيار المستقبل، حركة أمل وصلة الوصل بيناتكم. طبعا الأمر صحيح، ونحن شايفين بالقانون الانتخابي الحالي بيضيق لائحة التحالفات الوثيقة. ليش؟ لأنه عمليا كل حزب بالنسبة للقانون النسبي بده يحاول أنه ياخذ أعلى حصة انتخابي وما يشاركوا مع حدا ثاني، وبعض بأجزاء الحواصل. نعم. بكثير محلات. لكن هناك منطق آخر هو أنه
انا بساعدك بمحل بتساعدني مكان اخر. نعم. وهيدي امور منطقيه بهيك نوع من القوانين الانتخابيه. نعم. بالنسبه للرؤيه السياسيه، انا باكد انه المفروض اي حزب وقت اللي بده يتحالف بالانتخابات او يجري تبادلات او يعني قضايا العلاقه بالامور كيف بده ينجح، المفروض أن تكون تستند إلى رؤية سياسية استراتيجية وحتى ربما تكون تكتيكية. بعض الأحيان تتفق نعم موضوع محدد تشتغل على أساسه. نعم. لكن بظن أنه الجمهور تبع تيار المستقبل وتبع القوات اللبنانية وتبع الحزب التقدمي الاشتراكي بأكثريتهم، ما فيني أقول أنه هذا الكل عندهم، نعم، يرغبوا بإعادة أحياء الشيء هذا. بالنسبة لحركة أمل، أنا بظن الأمور مرتبطة بما سيحدث خلال الأسابيع والأشهر اللي جاية. وبالنسبة للحزب والتيار؟ حزب الله والتيار الوطني الحر، وأنا أكدت قلت أنه عفوا الصوت انقطع بسبب الكونكشن. العلاقة مع التيار، بالنسبة للتيار الوطني الحر، نعم، امبارح طلع فيديو مشين من قبل قيادات بالتيار الوطني الحر عم تتحدث عن اقصاء سعد الحريري وهزيمته، نعم، والى ما هنالك. يعني عمليا اهم الاسم والعنوان الاساسي اللي اسمه جبران باسيل، ولكن بالنسبه لحزب الله بالتاكيد الامور اثبتت انه كل عن لا أول، نحن ما عم نقدر كثير نسمع بسبب الكونكشن اللي يبدو انه جزئيه مع حزب الله على مدى السنوات، يبدو عفوا ما عم نقدر نسمع ابدا بسبب الكونكشن، سوء الكونكشن، ما بعرف اذا عم تقدر تسمعني. نعم سامعك. نعم، يعني بتمنى اخر لانه خلص وقتنا، بس بجمله تنشوف اذا بنقدر نلقط من هالكونكشن اللي عم تتقطع، بس الموقف النهائي لن يكون هناك تحالف مع حزب الله باي مكان من الاماكن ولا حتى تفاهم. نعم، انا بشكرك دكتور نائب السابق مصطفى علوش، نائب رئيس تيار المستقبل، لوجودك معنا.